السلام عليكم. في هذا لا فيديو هذا حاول انا نهضر لكم على لي ميثود دو فالوريزاسيون دو ستوك، يعني كيفاش كنخدموا بها وامتى كنخدموا كل ميثود. حاول انا ندير لكم دي شيما اللي هما بسيط مقارنه مع الكور كيكون فيه بزاف ديال لي طابلو بزاف ديال الكتابه، يعني لي زيتيديون كيجيهم داكشي صعيب الوغ كو داكشي راه بسيط بزاف ونقدروا نخدموا به في حياتنا اليوميه. نبداو بالنسبه لي ميثود دو فالوريزاسيون دو ستوك، كما كتعرفوا هما 3 ميثود: فيفو، ليفو، اكميب. نبداو بروميير ميثود فيفو. En anglais, first in, first out. Français, première entrée, première sortie. يعني أول حاجة دخلت عندنا لو ستوك هي أول حاجة كنخرجوها من لو ستوك. وهاد لا ميثود هادي إمتى كنخدمو بيها؟ كنخدمو بيها بالنسبة لي برودوي لي هما مدة الصلاحية ديالهم قليلة، يعني كيتبريماو في واحد المدة يعني صغيرة بزاف، ماشي صغيرة بزاف وإنما دغيا كيتبريماو. ناخدو كمثال على ذلك، دينا لي بسكوي وخدينا لي بواسون، ولكن انا غادي ناخذ لكم مثال ديال الحليب حيت هو اللي قريب بزاف، وغادي نهضر لكم كذلك على واحد المثال ديال بسكوي باش تفهموا اكثر. مثلا الحليب، فاش كتمشي عند مول الحانوت اون فوا كتحل الثلاجه كتلقى الحليب فيه ماكسيموم 3 جوغ 2 جوغ حتى 4 جوغ 15 جوغ او ماكسيموم، ميمكنش تلقاها هكا، يعني اغلبيه كتلقى 5 جوغ 3 جوغ بحال هكا. علاش كنخدموا بهاد لا ميثود هادي؟ علاش كيخدم بها مول الحانوت ماشي حنا؟ يعني كيخدم بها باش يخرج لي برودوي اللي هما دغيا كيتبريماو ويعاود يشتم الشركه واحده اخرى، وتبقى هذيك يعني لاكتيفيتي ديال الشركه ديما خدامه، وميم طون كيبقى حتى مول الحانوت ديما خدام وما يمكنش يرجع السلعه كل مره او لا تبقى واحده عليه في راسو. بهاد المعنى بالنسبه ناخذ مثال ديال البسكوي. مثلا انا واحد سوسيتي خديت واحد لا كونتيتي ديال البسكوي فيها لا دات ديالها مده الصلاحيه ديالها غادي تسالي لنا في لو موسي. الوغ عاودت عاوتاني خديت في لو موا 4 خديت واحد لا كونتيتي وحده اخرى ديال لو ميم برودوي خديتها، ولكن لا دات ديالها غادي تكون في لو موان 2. هادي راه باينه باننا اوتوماتيكمون غادي نخرجوا السلعه اللي غادي تسالي لنا في لو موا 6، يعني غادي نحاولوا اننا نخرجوها بسرعه، يعني السلعه اللي دخلت عندنا في الاول هي اللي خرج لنا في الاول، وغادي نخلو السلعه الاخرى يعني راه باقي عندنا الوقت فين نخرجوها. لا ميم شوز نعدد عليها شي سلعه وحده اخرى. غادي ناخذ هنا مثال باش تفهموا اكثر. مثلا عندنا واحد لوستوك انيسيال في 1000، وزن عنده واحد لوستوك ديال 3000، معناتها عندنا 4000 في الستوك، يعني في لوطوطال عندنا 4000. فاش نبغوا نخرجوا 200، منين غادي نخرجوها؟ واش من لوستوك ديال 1000 ولا من لوستوك ديال 3000؟ بيان سور غادي نخرجوها من لوستوك ديال 1000 باش الا كانت فيه لادات قليله نخرجوه هو الاول. وقلي فين كتجرينا واحد يعني تدخلوا لي سوسيتي يعني وتشوفوا هذا الشيء على تعرفوا قليل. بعض المرات مثلا كيحطيت الغلط وكتشد واحد السلعه اللي هي يعني كتكون لادات ديالها اقل من هذيك السلعه اللي عندك، بيان سور غادي تصدقها هي، يعني غادي تخرجها هي الاولى، وهنا غادي تكون خرجتي على هاد لا ميثود. ولكن هذا راه يعني قليل فين كتكون، هادي اون جينيرال ركزوا معايا على هاد ليكزامبل اللي عطيتكم في الاول. لي فو لاست ان فيرست اوت، ديرني رونتري بروميير سورتي، يعني اخر حاجه دخلت هي الاولى كنخرجوها. هاد لا ميثود غادي تجيكم غريبه شي شويه، ولكن فاش نعطيكم ليكزامبل غادي تبان لكم. هاد لا ميثود كنستخدموها باش نديرو اوغمونطاسيون دو لا فالور دو برودوي، يعني كنطلعوا من القيمه ديال المنتوج اللي عندنا باش ما حنا كنستوقيو هذاك المنتوج وهي كتزاد القيمه ديالو، سواء القيمه من ناحيه الماليه او القيمه ديال الجوده ديالو لا كاليتي ديالو. وكمثال على ذلك غادي ناخذو السمن، يعني هاد السمن باش ما هو كيبقى في لوستوك مده طويله باش ما لا كاليتي ديالو كتزاد و لا فالور ديالو فينونسي كتزاد. هنا كمثال مثلا عندنا 1000 في لوستوك انيسيال وزدنا عندنا 3000 ديال السمن في لوستوك في لوزونتخي، ولات عندنا 4000 وحنايا طلب لينا واحد الكليان 2000، منين غادي نخرجوها؟ بيان سور غادي نخرجوها من 3000. علاش؟ باش نحافظو على ديك يعني لا كونتينيتي ديال البيع ديالنا، و ميم طو حنا راه مخليين واحد لا كونتيتي باش تزاد لا فالوغ ديالها، يعني كنبيعو ونشريو ولكن مخليين هذيك لا كونتيتي كتزاد فيها لا فالو. ان دوزور كميب لو كو مويان انيتيربوندري، هاد لو كو مويان انيتيربوندري ممكن نحسبوه في لا فان بيريود او لا نحسبوه ابخي شاك انتري. هذا كنستخدموه بزاف لي برودوي بيريزاب.
لو ستوك كيفاش كنحسبوه؟ يعني كنجمع لو ستوك انيسيال مع لي زونتري كيعطينا واحد لو ستوك فينال. ولكن حنا كيفاش كنحسبوه؟ كيقول لنا لا فالور جلوبال، هاد الكوميب كيساوي لنا لا فالور جلوبال، يعني ستوك انيسيال لا فالور ديالها زائد لا فالور ديال لي زونتري اللي هو بيان سور لا فالور ديال لو ستوك فينال اون جلوبال على لا كونتيتي، كونتيتي ديال لو ستوك انيسيال بلس لا كونتيتي دي زونتري او لا كونتيتي ستوك فينال. هنا خديت لكم واحد المثال على الكالكول اون فان بيريود. ركزوا معايا، راه خديت واحد المثال اللي هو ديجا مخدوم. كيفاش غادي نحسبوا هنا لو كو مويان؟ هنايا بيريوديك، يعني ما كاينش ابخي شاك اونتري، بيريوديك. كيفاش نحسبو؟ غادي ناخدو لو ستوك انيسيال بليس لي زونتري اون فالور، لا فالور ديالهم هي هادي، و غادي ناخدو لو ستوك انيسيال بليس لي زونتري اون كونتيتي اللي هي لا كونتيتي ديالهم هي هادي. كيفاش غادي نديرو؟ غادي لاحظو معايا في المثال تحت كاين 5000 وزنا عليها 10400 وزنا عليها 1350 وغادي نقسموها على 500 وزنا عليها 800 وزنا عليها 150. هذاك لو كول اللي عطاتنا غادي نحسبو به لي سوغتي وغادي نحسبو به حتى لو ستوك اللي بقى عندنا. ندوزو للمثال الثاني اللي هو ابخي شاك اونتخي. ابخي شاك اونتخي يعني في كل اونتخي غادي نحسبو لو كو مويان، ولكن هنا طريقة واحدة أخرى، يعني ما غاديش نجيو نديرو 5000 زائد 10400 في لونتخي نيميرو 11 ونقولو راه صافي راه عاوتاني نقسموها على 500 زائد 800 ونقولو هنا حسبنا لو كو مويان. نو، ردو البال، هنا غادي نديرو 5000 ولكن غادي نقصو منها لي سوغتي. يعني الا كانت عندنا هنا في هاد ليكزومبل 3000 تقدر تكون عندنا في ليكزومبل واحد اخر 3000 وتكون عندنا 200 تقدر تكون عندنا يعني بزاف ديال لي سوغتي. يعني كنشدو هاد 5000 وكنقصو منها دوك لي سوغتي اللي خرجوا عندنا اون فالور بيان سور، عاد كنزيدوها المونطو ديال لي سوغتي لي زونتري، كنقسموها نفس الشيء على لا كونتيتي اللي هي 500 وكنقصوا منها لي سورتي وعاد كنزيدو فيها لي زونطري، كتعطينا واحد لو كو هو هذا وكنحسبو به جيسكا لي زونطري سورتي من بعدها. اون فوا كتجي واحد لونطري وحده اخرى كنعاودو نبدلو هذاك لو كو، باردون كنعاودو نبدلو لو كو، يعني كنشدو كنحسبو عاوتاني من هاد بحال كنعتبرو بان لونطري اللي قبل هي لو ستوك انيسيال، كنشدو عاوتاني وكنقصو منو لو سوغتي وكنحسبو به. يعني هنا عندنا 10400 وكنقصو منها 4960 وكنزيدو لها 1350 كنقسموها على 800 ناقص 400 وكنزيدو لها 150 كتعطينا عاوتاني 11.72 هي اللي كنبقاو نخدمو بها حتى تجي واحد لونطخي وحده اخرى. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا وانا نفدتكم، والله يسر لكم الجميع ان شاء الله بالتوفيق.